بعد الاستماع للنشيد الوطني وتقديم التشريفات العسكرية له من طرف تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي، حيا السيد رئيس الجمهورية مستقبليه. خلال هذه الزيارة ترأس السيد رئيس الجمهورية اجتماع العمل الدوري الذي حضره كل من السيد الفريق أول، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وضباط ألوية وعمداء بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي. وعبر تقنية التخاطب عن بعد قادت القوات والحرس الجمهوري والدرك الوطني والنواحي العسكرية والوحدات الكبرى للجيش الوطني الشعبي. زيرتيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.